يعني القاعده مالت المثلث لازم تكون بعرض السفينه اللي مسويتها انا بهالشكل هذا مثل ما تشوفون سويت مثلث وقاعدته المفروض تكون بعرض السفينه سويتها هسه بعد ما ثبتتهن يعني الاجزاء مع بعضهن بهالشكل هذا راح ارجع واخلي سيليكون على الحافات من اخلي سيلي وهسه بعد ما كملت تغليف المجسم بهالشكل هذا وانتظرت اياه بس راح اصبغه لون ذهبي اي صبغه عندكم متوفر وهسه راح ابدي اشتغل اسوي الاشرعه بهالشكل وهسه راح ابدا اشكل رايه بمقدمه السفينه او بورق مثل ما نقول سويت ايضا من الاعواد الخشب وعندي هذا الورق اللاصق لونه اخضر شكلته بهالصوره هذه ومثل ما تشوفون هذه نتيجه اعمالنا اليدويه ومثل ما تشوفون ان شاء الله تكون الطريقه واضحه وسهله وبسيطه بالنسبه لكم وان شاء الله ما تنسوني من الدعاء واللايك والاشتراك في القناه ودمتم في حفظ الرحمن ان شاء الله